متابعيني الغاليين، الله يسعد مساكم بكل خير. حبايبي اليوم جبت لكم كريم الجليسرين، خلينا نقول كريم المعجزة، اللي هو يعني بيعطي قيمة جمالية وغذائية للبشرة. قبل الكل بحب احكي لكم عن كل مادة مكون منها هذا الكريم لحالة. اول شيء رح نقول عن الجليسرين السائل، هو مادة يعني بتحافظ على نضارة البشرة بطريقة فظيعة، بتحارب حب الشباب، بترطب البشرة، بتسرع عملية شفاء الجلد، بتقلل من عيوب البشرة، بتحمي من أشعة الشمس، وبتخلص البشرة من التجاعيد والخطوط الرفيعة، ومبيض هائل للبشرة. المركب الثاني يا غاليين هو الليمون. الليمون بيقشر البشرة بلطف، بيشيل التصبغات الجلدية مثل النمش والتلف، بيرطبها وبيخليها تقاوم التجاعيد، بيخفف حب الشباب، بيخفف التهيج بالبشرة اللي بيترافق مع الأكزيما والصدفية، بيحفز البشرة تعيد إفراز الكولاجين من جديد من حالها يعني. المكون الثالث هو عسل العكبر، وهو مضاد حيوي، مضاد للفطريات والبكتيريا، لأنه بيحتوي على مادة الفلافونيود، ويساهم على التئام الجروح، ويحارب علامات تقدم العمر والشيخوخة. والخطوط التعبيرية، ومن فوائد العكبر انه بيستخدم بحالات النمش والكلف، فبيقضي عليه. اما المكون اللي بدنا نحكي عنه هلا اللي هو زيت الزيتون، فهو بيقضي على الخطوط الرفيعة حوالين العيون، بيزيل التجاعيد، بيريح البشرة، بيزيل الشوائب. ممكن نستخدمه بتنظيف خلايا البشرة، او مثلا نخلطه بماء الورد وننظف فيه مكياجنا، بينظف المسامات بطريقة كتير حلوة. والمكون الثاني رح نحط لوشن بماء الورد. التوليفة هاي والخلطة هاي أنا جربتها على إيدي اللي فترة طويلة وعلى بشرتي، ما بتتخيلوا الخاصية اللي فيها من تنعيم وتبييض وراحة. هي طبعا تستخدم لدائر العين، تستخدم للبشرة، بتستخدم للجسم، للرقبة، لكل جسمنا مقدر نستخدمها بعد الشاور. المركبات هاي غنية كتير ومفيدة للبشرة. بتمنى يا ربي هيك يعجبكم الفيديو وتجربوه، وهلأ رح أرجيكم كيف خلطتهم وكيف طبقتهم. أنا وياكم يعني رح أخلط قدامكم مشان تكونوا معي خطوة بخطوة. بتمنى ما تنسوني من اللايك والشير، وينال إعجابكم الفيديو. يا رب تضلوا بألف خير، وأي أي تعليقات أي معلومة تحبوا تسألوني عنها أنا جاهزة. وخصوصا بالنسبة للجليسرين، الجليسرين نقدر نعتبره صيدلية تجميلية.